اليوم للأسف الشديد سمعنا وتأكدنا من وجود عمليات استيلاء على أراضي تابعة إلى جهة دون أخرى أو إلى قومية دون أخرى أو إلى مذهب دون آخر من أجل بناء مجمعات سكنية، وهي هذه المناطق تعتبر سلات غذائية. هاي وين أساسيات؟ هاي في مناطق عديدة من ضمنها اللطيفية ومن ضمنها شمال بغداد الطارمية وغيرهم من المناطق الأخرى وحتى في محافظات أخرى. الحقيقة تحت ذرايع هناك مناطق صحراوية ممكن تصلح، هناك مناطق ممكن تصلح للبناء، ولكن تجريف البساتين والحقول والمزارع التي تزود بغداد بالخضروات والمنتجات الغذائية هذا أمر مرفوض، وخاصة لتهجير أهلها ولانتهاج سياسة التغيير. الحقيقة هناك مسألة من ضمن هذه المسألة بعجالة، أن هناك نازحين من مناطق معينة. هؤلاء الأشخاص في الأقليم أو خارج العراق يتم إبطال عقود الزراعية، العقود الزراعية قانون الإصلاح الزراعي الذي منحهم تلك العقود من قبل عشرات السنين. قسم هذه العقود عمرها يعني سنوات طويلة جدا، ممكن قسم منهم ساكنين في هذه الأراضي من قبل 100 أو 150 سنة، لكن تم عدم دفع الإيجار لأنه ما يستطيعون يعودون إلى مديرية الزراعة في تلك المنطقة. عدم دفع الإيجار يعني إبطال القيد ثم تسجيل هذه العقود بأسماء أشخاص آخرين والاستيلاء على مزارعهم وبساتينهم، وعمليات تجريف حدثت في ديالة وشاهدنا بأم العين عمليات حرب وتغيير ديموغرافي مثل قرى نهر الإمام والعامرية وغيرها من المناطق، ولحد الآن لم يعودوا.